بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث ضمن دروس الدورة العلمية الأولى في اللغة العربية في البلاغة. وكنا قد تحدثنا في الليلتين السابقتين عن مفهوم الفصاحة والبلاغة، وذكرنا كلام العلماء في ذلك وآراءهم وأقوالهم في شروط الفصاحة والتفريق بينها وبين البلاغة. وأود قبل أن أبدأ بموضوع اليوم أن أنبه إلى أمر مهم يتعلق بالشروط التي ذكرناها في درس البارحة، وهذا التنبيه يتعلق بالشواهد التي قلنا إن البلاغيين انتقدوا عليها. إن مبحث الفصاحة في كتب البلاغة المتأخرة من الانتقادات عليه أن الشواهد كانت شواهد شاذة. والذي أحب أن أنبه إليه إضافة إلى ما سبق أن أشرت إليه هو أن اقتطاع الكلام من سياقه مؤثر مهما كان الكلام. فحتى لو اقتطعت الكلام البليغ من سياقه فإن بلاغته ستقل وإن كانت ظاهرة في البداية. ولهذا فكل الشواهد التي ذكرها البلاغيون هي شواهد في الغالب مقتطعة من سياقاتها، وخاصة ما يتعلق بالأبيات الشعرية، لأن الأبيات الشعرية هي جزء ضمن قصيدة، وبالتالي اقتطاع هذا البيت قد يخفي شيئاً من غرض الشاعر أو غرض البليغ. ولهذا فكل الأمثلة التي ذكرناها وكل الشواهد التي ذكرت في كتب البلاغة هناك من خرجها على وجه يتوافق مع البلاغة والفصاحة من خلال النظر في السياق الذي وردت فيه. وهذا أمر مهم، لأن البلاغة لا تنظر إلى الكلام مجرداً، وإنما تنظر إليه وسط المقام الذي جاء به كما ذكرنا أمس في تعريف البلاغة، ووسط الكلام الذي سبقه ولحقه. ولذلك النظر في السياق مهم جداً في تأمل المعاني، في استخراج الدلالات، في معرفة الأغراض البلاغية للكلام. نتحدث اليوم إن شاء الله عن الفصاحة النبوية، وفي هذا الدرس والدرسين القادمين بإذن الله سيكون موضوعنا حول الفصاحة النبوية وشواهد من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وظواهر. ومما أجمع عليه العلماء وأقر به البلغاء أن بلاغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت في المنزلة الأعلى في كلام البشر، وأن له منها قدراً ملك به قلوب أصحابه رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وأنه أدار القول ببراعة واقتدار في كل مجال ومقام، فجاء حديثه ذا طابع مميز وأسلوب معين مؤثراً في النفوس وراسخاً في العقول. وهنا مسألة، وهي أن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في المنزلة الأعلى بين كلام البشر إلا أنها لا تصل إلى حد الإعجاز، فالإعجاز صفة خاصة بكلام الله عز وجل، ولم يتحدى العرب أن يأتوا بمثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن كلامه جاء موافقاً
لميسم كلام العرب العام وطابعهم العام، لكن كما يتفاوت البلغاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه كان في المحل الأعلى في هذه الفصاحة وهذه البلاغة، وامتلك أسبابها وأدارها كما قلنا بقدرة وبراعة. ولهذا قال يونس بن حبيب رحمه الله: ما جاءنا عن كلام أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن كلام نبي عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يصلنا كلام من كلام البشر أروع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي دعا إلى أن نخص البيان النبوي بحديث متفرع عن الفصاحة، لأن القرآن لم يكن محلاً للمناقشة في هذا الأمر، وإنما أثيرت بعض المسائل اللغوية والبلاغية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بعد أن تعرفنا على الفصاحة والبلاغة بشكل عام نريد أن نعرج إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. أول ما يلفت النظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما تطالعه من السلاسة والبهجة والليونة في كلامه عليه الصلاة والسلام، فكان سلساً دالاً على معناه، واضحاً بيناً لا يتعسر ذهن المرء وهو يطالع كلامه عليه الصلاة والسلام في فهمه وإدراك مغزاه. ولهذا وصف كلامه عليه الصلاة والسلام بأنه من قبيل السهل الممتنع. ما معنى السهل الممتنع؟ يقال يوصف الكلام أحياناً بأنه سهل ممتنع، كأنه جمع صفتين متضادتين. فما معنى السهل الممتنع؟ سهل حين تسمعه فتظن أنك تقدر أن تأتي بمثله ثم يمتنع عليك، هذا هو معنى السهل الممتنع، مصطلح معروف. فالسهل الممتنع هو ما تقرأه أو تسمعه فتظن أنك قادر على أن تأتي بمثله، فإذا حاولت امتنع عليك، تأبى عليك، هذا هو معنى السهل الممتنع. ومدح مثل هذا الأسلوب مدحه كثير من العلماء والنقاد قديماً وحديثاً، ولا يزال صفة من صفات المدح في الكلام أن يكون سهلاً ممتنعاً. ولهذا سمي المطمع الممتنع، يطمعك فيه، تظن أنك قادر على أن تأتي بمثله، لكنه عزيز الشبيه نادر المثال. هذا هو أو هذه هي الصفة العامة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول حين تتأمل أو حين يأتي المتكلم حين يتأمل المستمع إلى كلامه يجد فيه روحاً وروحا، ويجد فيه اطمئناناً وأنسا وجلاءً وفهما. والكلام حين يهجم عليك منه وضوح في سمو وظهور في علو يصبح في المرتبة الأعلى من كلام البشر، ويصبح كما قال القائل كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريبي. وهذه خصلة تأسرك في كلام البلغاء، لأنها تهدم كل فاصل بين المتكلم والسامع، بل إنها تجعل المخاطب كالمخاطب، لأنه يعي كلامه بشكل جيد ويستوعبه، فيستطيع أن يدرك كل مرامي هذا الكلام وكل أهدافه في نفس قائله ومنشئه. إذا جئنا إلى السنة النبوية الشريفة فإننا نجد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنظير
وفيه تطبيق لمسألة مهمة تحدثنا عنها، وهي مسألة البعد عن التكلف. فكلامه عليه الصلاة والسلام لم يكن كلاماً متكلفاً متجشماً متوعراً، وإنما كان كما قلنا ونقول هو كلام لين سهل يمكن أن تفهمه بسهولة، ويمكن أن تستقبله أذنك براحة وأنس. فسنته عليه الصلاة والسلام وبيانه يشهد بهذا، وما سنمر به من أحاديث كثيرة إن شاء الله بقدر ما يسعفنا الوقت ستكشف عن هذا الجانب، جانب السهولة والوضوح واليسر في كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك جانباً آخر، وهو جانب التنظير، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن كان بيانه بعيداً عن التكلف، بل حذر الناس وحذر الأمة من التكلف في المنطق، ومن تجشم البلاغة، ومحاولة المرء أن يظهر أنه بليغ أو فصيح. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أشد التحذير. من هذا الحديث المشهور الذي ورد بروايات عديدة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا أيها الإخوة حديث عظيم، فيه جوانب تربوية عديدة، وفيه أيضاً لطائف ولمحات بلاغية كثيرة. ولهذا أحب أن أقف عند بعض ملامح بلاغته عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، مما يخدم الفكرة التي نتحدث عنها، وهي فكرة حث الناس على البعد عن التكلف في الكلام والتقعر والتشادق. فلو تأملنا الحديث سنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصفات التي تكون سبباً في بغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابها، ثم سبباً لبعدهم عنه في المجلس يوم القيامة، ذكر ثلاث صفات: الصفة الأولى الثرثرة والتشدق والتفيهق. كل هذه الصفات تتعلق بالمنطق، وهذا ملمح مهم، أن يذكر ثلاث صفات متتالية كلها تتعلق بالتكلف بالمنطق. لكن انظروا إلى الجانب الآخر، الجانب الحسن، وهو أقرب الناس مجلساً منه عليه الصلاة والسلام وأحبهم إليه، ماذا قال عنهم؟ قال: أحاسنهم أخلاقاً، أطلقها لتشمل أشياء كثيرة وعديدة وباب واسع من أبواب البر. بينما هنا في البغض والبعد جعلها مرتبطة بهذه الصفات المرتبطة بالمنطق والكلام، وهذا أيضاً يكشف عن خطر الكلمة كما قلنا ونقول دائماً، وأثرها في الناس. ثم انظروا إلى جانب آخر، أنه قال: أحاسنكم أخلاقاً. أحاسن أليست جمعاً؟ جمع لماذا؟ لأحسن، وأحسن ما نوعها؟ اسم تفضيل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يربينا من خلال منطقه وبلاغته على علو الهمة،
لا يكفي أن تكون حسن الأخلاق، بل الواجب أن تسعى إلى أن تكون أحسن الناس أخلاقا. لا يكفي أن تكون صادقا، بل احرص على أن تكون من أصدق الناس. لا يكفي أن تكون أمينا، بل احرص على أن تكون من أشد الناس أمانة. لا يكفي للطالب، وهذه ينبغي أن نعود طلابنا وأبناءنا عليها، لا يكفي أن نقول له انجح أو اجتهد، وإنما يجب أن نربيه لأن يكون أفضل الذين معه. وهذه داخلة في باب المسابقة، والله عز وجل قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا، مسألة فيها سباق. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن استخدام هذه اللفظة بحد ذاتها أحاسنكم، التي هي جمع لاسم التفضيل، دلت على هذه المعاني الواسعة دون الحاجة إلى التفصيل في هذه الصفات وهذه الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، تجدها في أحاديث كثيرة وفي سنته عليه الصلاة والسلام العملية. ثم من اللمحات في هذا الحديث أنه قال: إن من أحبكم إلي، فهنا تبعيض، إن من أحبكم إلي في هذه الرواية، طبعا نحن نحلل هذه الرواية، في روايات أخرى مختلفة، فهنا في هذه الرواية أتى في الجانب الإيجابي والجانب الحسن أو جانب التقريب منه عليه الصلاة والسلام، أتى بمن التبعيضية. إذن ما الرسالة التي تصل إلينا من خلال ذلك؟ لأنه لم يأتي بمن التبعيضية في الجانب الآخر، الرسالة هي أننا نفهم أنه في جانب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أعمال كثيرة تقرب إليه، وأما في جانب البعد فكأنه يقول: يكفي أن يتصف المرء بأحد هذه الصفات الثلاث، الثرثرة أو التشدق أو التفيهق، ليكون مبغضاً من الرسول صلى الله عليه وسلم أو مبغضاً منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ملمح آخر نرجع ونقول إنه يخدم الغرض من المعنى في هذا الحديث الكريم. لو جئنا إلى هذه الصفات: ثرثار، متشدق، متفيهق، كلها ترجع إلى المنطق. والبليغ حين يأتي إلى مسألة أو حين يأتي إلى صفة أو حين يأتي إلى معنى فيعبر عنه من أكثر من جهة، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على اهتمام بهذا المعنى، على أنه يريد أن يغلق أي احتمال لعدم الفهم. نرجع إلى مسألة الوضوح، فصار المعنى واضحاً، من لم يفهم الثرثرة فهم التشدق، ومن لم يفهم التشدق فهم التفيهق، وهكذا. ولهذا أيضاً ندخل من هذه الجزئية ونقول إن غرابة التفيهق عند الصحابة الذين كانوا يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطعن في وضوح كلامه. لماذا؟ لأن كلامه بصفة عام مفهوم، لكن كلمة واحدة احتاجت إلى توضيح. ثم الثرثرة ما هي؟ وكثير من الكلمات التي نستخدمها في اللغة العربية قد يخفى أن لها استعمالاً مجازياً، شاعت وكثرت واستخدمت حتى صار الناس يظنون أنها تدل على كثرة الكلام. لا، هي في الأصل الثرثرة مأخوذة من عين ثرة، عين الماء إذا كانت غزيرة الماء كثيرة الماء يقال لها ثرة. ولذلك هناك نهر اسمه الثرثار. لماذا سمي الثرثار هذا النهر؟ لغزارة مائه. أحسنت،
لكثرة مائه فسمي الثرثار. ومن هنا أطلق على الرجل أو على الإنسان رجلاً أو امرأة الذي يتحدث بكثرة أطلق عليه ثرثاراً. وجه المجاز يأتي من أي جهة؟ من جهة أن العين، انتبهوا إلى هذا، أن العين غزيرة الماء تطلق ماءها بغير روية ولا مراجعة ولا اختيار منها، هي هكذا بطبيعتها ماءها فياض لا يتوقف. والرجل الثرثار مثل هذه العين، يتكلم لا يحسب حسابا لكلمته ولا يتأمل فيما يستحق أن يتكلم فيه وفيما لا يستحق، بل إن لسانه يسبق عقله، لو فكر لأحجم. ولذلك قال بعض السلف إن بعض الناس أنطق ما يكون حين يصمت، وهذه كلمة جليلة. قال بعض السلف إن أنطق ما يكون بعض الناس حين يصمت. لماذا؟ لأنه شخص عرف بالحكمة فلا يتكلم ولا ينطق إلا عند الحاجة إلى الكلام والنطق. وبهذا إذا سكت علمنا أن سكوته إما لأن الكلام لا يستحق وغير مفيد، أو لأن له غرضاً آخر ورسالة يريد أن يبلغنا بها من خلال هذا السكوت. إذن هذا ما يتعلق بالثرثرة. طيب التشدق، التشدق كانت العرب تمدح رحب الشدقين، رحابة الشدقين، وهما جانبا الفم. لماذا؟ لأن رحب الشدقين يكون أقدر على إظهار الكلام بصورة واضحة، صفة من صفات الفصاحة. فلهذا كان العرب يقولون خطيب أشدق ورجل أشدق، إذا كان ذا بيان، إذا كان مفوهاً قادراً على إيصال كلامه. لكن لاحظ الصيغة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في متشدق، اسم فاعل مضعف متشدق، فهذه الصيغة نفسها تدل على شيء من التكلف والتجشم، أنه لا يتكلم من خلال طبيعته وسجيته وسليقته، وإنما هو يحاول أن يظهر المزيد عليها. طيب، والمتفيهق، المتفيهق مأخوذ من الفهق، المتفيهق أو التفهق مأخوذ من الفهق، وهو السعة وهو الاتساع. وذلك لأن الذي يحاول أن يظهر نفسه بليغاً أو فصيحاً يملأ فمه بالكلمات فتخرج الكلمات ثقيلة، ولهذا يتمايز الناس، هناك من يتحدث بمنطق مفهوم وكلامه جميل، وهناك من يتحدث بمنطق مفهوم لكنه لا يستساغ بسبب هذه الظاهرة، الظاهرة التي يشعر بها الإنسان أنه يتكلف. طيب، متشدق ومتفيهق، هذا يدل على الامتلاء والسعة في الشدقين، وهذا أيضاً يدل على السعة. إذن ما الغرض من توالي هذه المترادفات؟ الذي يظهر أن هذا التوالي لهذه الصفات هو من باب عطف العام على الخاص. فالإنسان الثرثار هذه مرحلة أنه كثير الكلام فقط، ثم تأتي مرحلة أخرى أنه يتشدق فيحاول أن يحرك فمه بطريقة تظهر تلك الصفة الحسنة التي استحسنها العرب في الخطيب والمتكلم، ثم يأتي إلى الصفة الثالثة فيحاول أن يظهر كلامه بامتلاء أكثر وسعة أكبر، لم يكتفي بالسعة الأولى.
لكن الملمح الأهم عندي هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للمتفيهق. ما فسره بأنه المتشدق أو قال مثل المتشدق، مع أنه في الدلالة العامة يدل على هذا. لماذا قال المتكبرون؟ لأنه نظر إلى لازم هذه الصفة، نظر إلى ما يترتب على هذه الصفة، وهذا هو كما يقال مربط الفرس في هذه الصفات، أن المراد أن يحذرنا من تكلف البلاغة، من تكلف الفصاحة، فأعطانا الصفة التي هي نتيجة هذا التكلف وهذا التقعر. ملمح آخر، هناك في البلاغة تصوير للمعاني، من التصوير التشبيه والاستعارة، حين تقول أنت كالبحر ها مثلا، هنا في صورة تنقل لإيصال المعنى، لكن هناك نوع من التصوير من خلال المعاني نفسها، لأنك تبدأ تتخيل هذا المعنى وتتخيل صورته، فتبدأ تتخيل شيئا حسيا فيصبح المعنى أقرب إليك. ولهذا مثلا الثرثار حين نتصور ونتخيل تلك العين التي تضخ الماء في كل وقت يقترب منا معنى الثرثرة في الكلام. طيب التفيهق هناك شكل آخر من أشكال التصوير، وهو أن يكون تركيب اللفظ ووزنه دالاً على المعنى الذي يراد إيصاله، أن يكون تركيب اللفظ ووزنه دالاً على المعنى الذي يراد إيصاله إلى المخاطب. مثال في سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، مع أنه من حيث اللغة يجوز أن يقول تثاقلتم. إذن لماذا اختيرت هذه الصيغة الدالة على التشديد؟ لأنها تناسب مقام التثاقل إلى الجهاد، فكما أن المرء يتثاقل إلى الجهاد أتت هذه اللفظة لتصور تثاقله، كأنها هي بعينها تصور هذا التثاقل في القيام. وكذلك في سورة هود، قال يا قوم رأيتم إن كنت على رحمة من رب، قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها. بعض الناس يعدها كلمة واحدة، لا، هي ليست كلمة، هي خمس كلمات، لأنها عبارة عن مجموعة من الضمائر، وكل ضمير عبارة عن كلمة. المقصود لماذا عبر بأنلزمكموها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هود أراد أن يبين أن هذا الإلزام ثقيل، فجاءت صيغة الكلمة دالة على المعنى. طيب، هذا باب واسع في القرآن يستحق أن يكون مجال بحث، لكن دعونا نعود إلى التفيهق. فكلمة التفيهق أليس فيها صعوبة؟ ألا تشعر حين تسمعها بشيء من الصعوبة المختلفة عن بقية ألفاظ البيت؟ هي مقصودة، وهنا أصبحت لا تخالف الفصاحة. لماذا؟ لأن صعوبتها وصعوبة نطقها أوصلت لنا المعنى الذي أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلينا. إذن تضافرت الدلالات في هذا الحديث حتى تحذرنا من هذه الصفة المخالفة للفصاحة، وهي التقعر والتجشم وتكلف الشيء على خلاف الطبع. الحديث الآخر هو الحديث الصحيح، هلك المتنطعون، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فابتداء مجرد تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف وللحكم عليه بالهلاك،
يكفي للدلالة إلى شدة التنفير منه. ثم قال المتنطعون، أيضاً لاحظ تركيبة الكلمة، المتنطعون لاحظ متشدق متفيهق متنطع، كلها فيها شيء من العسر في نطقها، لأنه يعبر عن حالة أصحابها الذين يتعسرون ويتكلفون. والتنطع هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في القول والفعل، أو المغالاة، أو المتعمق في الكلام من أجل إظهار فصاحته. أريد أن نقف عند حديث آخر، وهو حديث رسم صورة منفرة للتكلف في الكلام، ولو لم يأتي سواه لكفى منفرا من هذه الصفة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، والباقرة هي البقرة، أو في رواية أخرى: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. فأما المعنى فهو ظاهر، المعنى العام ظاهر، ويكفي أن تقول إن الله يبغض تلك الصفة حتى تكون رادعا للمؤمن ليتجنبها. لكني أقف مع هذه الصورة، صورة تشبيه الرجل الذي يتكلف البلاغة والفصاحة بالبقرة وطريقة أكلها. أولاً، جاء التنفير في هذه الصورة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه تشبيه بهذه البهيمة، ويكفي في التنفير أن تقول إنه يشبه البقرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتشبيهه بالبقرة، وهنا جانب وضوح، لم يكتفي بتشبيهه بالبقرة، لأنه لو شبهه بالبقرة لبدأ الناس يجتهدون في جهة التشبيه أو وجه التشبيه، لذلك أتى بتفصيل في هذا التشبيه. وعبد القاهر الجرجاني أشار إلى أن التشبيه كلما زاد التفصيل فيه كلما صار أحسن وأبلغ، فقد تشبه الرجل بالقمر، هذه صورة، لكنك حين تشبهه بالقمر ليلة 15 قللت، وحين تشبهه بالقمر ليلة 15 في ليلة صافية قربت أكثر وفصلت أكثر، وهكذا، هذا معنى التفصيل. ففي هذا الحديث لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بتشبيه المتفاصح بالبقرة، وإنما بيّن صفة من صفات هذه البهيمة، فقال: تتخلل بلسانها. ما معنى تتخلل بلسانها؟ تلف العشب والكلأ بلسانها. فإذن الملمح الأول للتنفير هو أنه شبه هذا الرجل المتصف بهذه الصفة بالبهيمة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه شبهه بهذه البهيمة التي يشعر لفها للعشب والكلأ بالنهم والشره والطمع، فكأنها تسابق أخواتها حتى تأكل هذا العشب والكلأ. وكذلك الإنسان الثرثار المتشدق المتفاصح يريد أن يسبق، يريد أن يكون هو الفصيح، يريد أن يكون هو البليغ في نظر الناس. ولهذا جاءت الصورة من هذه الزاوية مشابهة للبقرة. وجه ثالث من وجوه
التنفير من هذه الصورة، وهي أن البقرة في هذا التعبير النبوي تتخلل بلسانها، ها؟ يعني أنها لا تفرق بين رطب ويابس وحلو ومر، كل ما وجدته في هذه الأرض لفته فلا تستطعمه ولا تتوقف ولا تفتش ولا تنظر. وهكذا الرجل المتشدق المتفيصح فإنه لا يتوقف، المهم أن يتكلم، المهم أن يبدي اعتراضاً أو يبدي رأياً أو يكتب أو يقول، حتى لو كان في مجال خارج تخصصه. ولهذا رأينا كثيراً من العينات ممن يتحدث فيما لا يحسن ويهرف بما لا يعرف. إذن هذا هو الوجه الثالث من وجوه التنفير في هذه الصورة. وجه رابع، أن البقرة تلف الطعام، لماذا؟ لحياتها، لمعيشتها. فكأن هذا المتفاصح إنما يلف هذا الكلى طلباً لمتاع الدنيا، كما أن هذه البقرة إنما تأكل لتعيش ولتسمن، فكذلك المتفاصح الذي يحاول أن يظهر بهذه الصفة هو يريد أن يكسب شيئاً من متاع الدنيا الزائل. فبالله عليكم، أي تصوير أجمل من هذا التصوير؟ هو جمال التصوير في شدة التنفير، وهذا من الجمال أنه أوصل هذه الفكرة بهذه العبارة القصيرة وحوت هذه المعاني والدلالات الكثيرة. طبعاً لو نظرنا في بعض الأحاديث التي اتصفت بصفة السهولة والوضوح، الأحاديث كثيرة جداً، ويكاد يكون كل الحديث النبوي متصفاً بهذه الصفة إلا ما جاء في سياقات معينة سنتعرض له. ذكرت لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الألفاظ واضحة، المعاني بينة، الأفكار متسلسلة ومترتبة على بعضها، ولا أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من البيان، فهو يكشف عن نفسه ويفصح عن نفسه. أريد أن ننتقل إلى ظواهر في الفصاحة، فنأخذ اليوم الظاهرة الأولى، ونأخذ بإذن الله في درس الغد ظاهرة ثانية، ثم نأخذ ظاهرة ثالثة. الظاهرة الأولى، وهذه الظاهرة قليلاً ما يلتفت إليها، ولهذا بدأت بها، وكثيراً ما تتذكر، وهي الصوت والأداء. الصوت والأداء مهم جداً في إيصال المعاني، نقولها ابتداءً قبل أن ننظر في خصائص ذلك عند الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء قرأت أو ألقيت أو تحدثت، فلا بد أن يكون طريقتك في الإلقاء وطريقتك في الأداء أن تكون معبرة عن هذا المعنى. وكلما كان الإنسان محسناً في هذا الجانب، كلما أزال الرتابة والملل والسآمة، وكلما كان الإنسان يتحدث وهو لا يتصف بصفات الحسن في هذا الجانب وهو الأداء الصوتي، فإن مهما كان يبث من فوائد ودرر، فإن السامع قد يشعر بالملل والسآمة. إذن هذا مما تدركه الفطر البشرية بطبيعتها، أن الصوت له أثر في أداء المعاني وفي وضوحها وظهورها. من أول هذه الصفات إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، ولهذا استحسن قول إبراهيم بن محمد
يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. بمعنى أن أحياناً الإلقاء نفسه يكون سبيلاً أو سبباً في الإبهام والغموض عند المستمعين. وكان بعض الشعراء قديماً وحديثاً، شعراء محلقين من كبار الشعراء، لكنهم كانوا لا يلقون قصائدهم، يكتبونها ثم يعطونها لمن يلقيها. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم إذا ألقوها سيقل وقعها في أذهان الناس، يعرف أنه لا يستطيع أن يؤديها ولا يستطيع أن يلقي بشكل جيد. والعكس صحيح، هناك بعض الناس يحسن في الإلقاء، يأسرك بإلقائه، لكن الإنسان الذي يعرف المفردات ويعرف التراكيب حين يتأمل يجد أن هذه القصيدة أو هذا القول أنه أضعف من مما يظن، لكن الذي أعلاه هو طريقة الأداء. ولهذا يا إخوة، قد يكون بعضكم مدرساً، وربما كثير منكم، أو على الأقل أن نعود أبناءنا على طريقة الأداء الصحيحة. ومن أهم ما يعين على الأداء علامات الترقيم التي صار الناس يهملونها، علامة الترقيم الفاصلة والنقطة والفاصلة المنقوطة إلى آخره، هذه ينبغي أن يكون لها أثر وأنت تلقي أو وأنت تقرأ نصاً، لا بد أن يكون لها أثر، بحيث إني لو كنت لا أملك أو ليس بين يدي النص الذي تقرأ ثم سمعت قارئاً محسناً، فإني أستطيع أن أضع الفواصل والنقط في أماكنها الصحيحة، وهذا يحصل فيه الخلط كثير. على أي حال، هذه في الهامش. فكيف كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان أولاً يتسم بأن الحروف تخرج من مخارجها الصحيحة، ولهذا في علم التجويد يهتم القارئ بماذا؟ بمخارج الحروف، هذه حروف مهموسة وهذه حروف حلقية وهذه حروف شفوية إلى آخره. لماذا؟ لأن قراءة القرآن لا بد أن تفصح فيها عن كل حرف من الحروف وعن كل حكم من الأحكام. إذا جئنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من صفاته أنه متمهل هادئ. لماذا؟ حتى يعطي السامع فرصة لفهم كلامه، فلا يسرده سرداً، بمعنى أنه لا يهذه هذاً. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت تنقصه بلاغة ولا ينقصه علم وهو المبلغ عن ربه، ولكنه مع هذا قيل إنه كان يتحدث بالحديث أو يحدث الحديث لو أراد أن يعده العاد العدة، يعني لو أراد أن يعد الإنسان الذي يستمع الكلمات فيه لاستطاع أن يعده. ووصف جابر كلامه بأن فيه ترتيلاً وترتيلاً وترسيلاً، بمعنى تمهلاً وتأنياً وتوضيحاً للحركات والحروف. وهذا كله يدل على أو يفيد في إيصال المعاني التي يريد إيصالها. وذكر ابن القيم رحمه الله أن كلامه عليه الصلاة والسلام لم يكن كلاماً عاجلاً، ولم يكن كلاماً أيضاً بطيئاً تتخلله التقطيعات الكثيرة، لأن أيضاً كما أن السرعة في الكلام تجعل السامع يفقد بعض أجزائه، فكذلك الترسل الزائد أو تقطيع الكلام هذا أيضاً قد يوجد عند السامع تقطيع للأفكار، فلا يستطيع أن يربط بينها، فدائماً التوسط هو المطلوب. أما من حيث طبيعته الخلقية عليه الصلاة والسلام، فكانت محاسنه تتوافق مع هذا الأداء، فكان ضليع الفم، رحب الشدقين، وكما قلنا
إن العرب تمدح عظم الفم من جهة أنه أدعى إلى التمكن في نطق الكلام على وجهه الصحيح. ثم إن الله عز وجل كمل محاسنه عليه الصلاة والسلام بما رزقه به من حسن الصوت، فإن المتكلم تكتمل فضائله إذا جمع مع تمام بناء العبارة وبلاغتها حسن الإلقاء وجمال الصوت، وجمال الصوت له علاقة بحسن الإلقاء، مرتبط به، بمعنى أن حسن الصوت يفيده هذا كثيراً في حسن الإلقاء وفي تقبل الناس لصوته. لكن المرء منا قد يكون واسع الفم وقد يكون حسن الصوت، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن تمتلك الأدوات، لا بد أن تكون قادراً على استخدام هذه الأدوات، ثم أن تكون قادراً على اختيار المقام المناسب للإلقاء المناسب. فرق بين إنسان يعتلي المنبر ويخطب، وبين إنسان يدرس، وبين إنسان يلقي كلمة في محفل عام. فبعض الناس، وغالباً أو كثيراً ما يكونون من الصفة أو من الصنف الذين يتفاصحون، تجده يلقي بإلقاء الخطابي في كل موضع، وهذا لا يناسب. فلو خطبت مثلاً لن ألقي بمثل هذا الأسلوب الذي ألقي فيه الدرس. وهكذا لكل مقام ينبغي أن تختار الطبقة الصوتية أو الأداء الصوتي المناسب حتى توصل أفكارك، فيشتد صوتك عندما يكون الموضوع فخم أو موضوع مهم أو موضوع يحتاج إلى حسم، وتلين في صوتك إذا كانت المسألة تتعلق بليونة أو بسهولة أو بخلق يتضمن توطئة الأكناف للناس وهكذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. والنووي يقول في شرح هذا الحديث إنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار لصوته في المواضع الفخمة أو في المواضع المهمة ما يناسب هذا المقام، فلا يعني هذا أنه يرفع صوته ويظهر غضبه في كل جزء أو في كل موضوع، وإنما الأمر متعلق بالموضوع الذي يتناوله. من الظواهر اللفظية الصوتية في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم تلوين الجمل، تلوين الجمل والانتقال من الجمل الخبرية إلى الجمل الإنشائية والعكس. الكلام في البلاغة إما خبر أو إنشاء، الكلام إما خبر أو إنشاء، هذان هما نوعا الكلام، وبناء عليهما نقسم المباحث البلاغية. هذه فائدة بلاغية، تقسيم مباحث البلاغة مبني على مسألة أولى، وهي أن الكلام إما خبر وإما إنشاء. طيب، الإنشاء المقصود به أساليب الاستفهام، الأمر، النهي، التمني، التعجب، كل هذه أساليب إنشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه وبعض أحاديثه تجد أنه يراوح، يعني ينتقل من الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائي. ذكرت لكم مثالاً هنا في خطبة الوداع، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ أليس يوم النحر؟ أي شهر هذا؟ أليس ذو الحجة؟ أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. فلاحظ أنه بدأ بالاستفهامات
أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلدة هذا. والبلاغيون يقولون إن مثل هذه الاستفهامات حتى وإن سألت من تعرف أنه يعرف الإجابة فإن الغرض منها ليس الاستفهام الحقيقي، وإنما الغرض التنبيه، التحريك، تحريك السامع، تشويق السامع، حتى يبدأ يفكر في أجوبة هذه الأسئلة ثم يرتبط بالمتكلم. فإذا جاءت الحقيقة أو النتيجة بالجملة الخبرية، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى آخره، تقررت النتيجة واستقرت في الرأس وفي العقل. ويعود الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الجملة الخبرية في تقرير هذا المبدأ المهم الذي فرط فيه فئات من الناس اليوم، وأصبحوا يستهينون بالأموال ويستهينون بالدماء والأعراض، انتقل إلى مرة أخرى إلى الأسلوب الإنشائي. قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ لأن مجرد هذا السؤال يثير في النفس ويحركها ويشجعها إلى تأمل ما قاله قبل هذا الكلام. ثم قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. أمر، وهذا من أساليب الإنشاء. فرب مبلغ أوعى من سامع، خبر. فلا ترجعوا بعدي كفارا، إنشاء. لاحظتم؟ إنشاء وخبر، إنشاء وخبر. هذا من شأنه أن يحرك العقل وأن يحرك السمع وأن يشد المستمعين. ولهذا لما قال في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. فالجملة الأولى هي جملة خبرية، الجملة الأولى جملة خبرية، ثم انتقل بعدها إلى جملة إنشائية، أمر: احرص على ما ينفعك، وأمر آخر: واستعن بالله، ثم النهي: ولا تعجز. إذن جملة خبرية، ثم أمر، ثم نهي، ثم شرط: وإن أصابك شيء فلا تقل، ثم أمر: ولكن قل، فإن لو تفتح عمل الشيطان خبر. وهذا ليس في الخطبة لكنه في حديث، ومع هذا راوح الرسول صلى الله عليه وسلم واستخدم كل هذه الأساليب. غير مسألة أن المزاوجة بين الخبر والإنشاء أو الانتقال من الخبر والإنشاء والعكس، غير مسألة أنها تشد السامع وتزيد يقظته وتشجعه على الاستماع، فهناك مسألة مهمة تتعلق بالأداء الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهي أنك يفترض وأنت تقول أو تنطق أو تقرأ أو تلقي الأمر أن تلقيه بنبر يتناسب مع المعنى الذي تقدمه فيه. فتقول مثلا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، فتبين الأمر، واستعن بالله ولا تعجز، وهكذا. فنبرك أو طريقة أدائك لهذه الجمل وإخراجك لهذه الجمل يكون كافياً في الإرشاد إلى أنك تنتقل من أسلوب إلى آخر. وهكذا نجد أن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية المتعلقة بالمنطق، اللسان، الفم، الشدقين، المعينة على النطق الصحيح، كانت متوافرة في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصفات الخلقية كما قلنا ونقول لا تكفي، بل لا بد للمرء أن يستثمرها في إيصال المعنى الذي يريده وإيصال الأفكار التي يريدها.
فإذا أتم هذه الصفة فإنه يكون قد قطع مرحلة من مراحل الفصاحة الدالة على ظهور الكلام ووضوحه. لعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه نفعا وفائدة، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.